دوبك ذكرتها. لا شوف، انا اقول هو كلامه سليم دكتور. ايش اللي كان يؤثر على 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 المسابقات وعلى اللاعبين وعلى كرة القدم السعودية؟ كثرة البطولات. احنا نقول بطولة دوري، كأس ولي العهد، كأس الملك، وكان في السابق كأس الخليج، وكان فيصل بن فهد، وكان البطولة العربية. الآن يعني تخيل هذه البطولات زحمة وترهق الأندية ماليا وترهق اللاعبين جسديا وبدنيا بصراحة. يعني حتى ما ينتهي الموسم إلا واللاعب مال لكرة القدم وكارهها يعني. فأنا أقول وإذا صادف في الموسم كمان لا، استعداد المنتخب شوف أفضل عشان زي يعني الحاصل احنا احنا شوف لما طالما فتحت هذا الموضوع خلينا نكون عندنا الجرأة ان نقدم اراءنا بكل. انا اقول لو اكتفينا على بطوله بالنسبه للفرق الاولى على الدوري وكاس الملك، اوكي، على ان تكون بطوله كاس ولي العهد مثلا، خلينا اقول اللاعبين اللي ما يشاركون مع انديتهم مثلا كاحتياط مع فريق من يعني مدمج من الاولمبي من يعني انا اشوف انه ممكن يكون فيها فائده كبيره على اللاعبين السعوديين او ولا الانديه بصراحه، لان كل ما قلصنا عدد البطولات كل ما كانت الفائده اعم واشمل. هذه نقطه. ارجع لراي ابو لما، مع احترامي للراي، انا اقول ضد حكايه اني انا اعتبر بطوله السوبر بدايه الموسم، لانه انت تتكلم عن يعني فريقين يلعبون على بطل الدوري وبطل الكاس كاس الملك هذا الموسم، فكيف احطها في بدايه الموسم الثاني؟ عرفت قصدي؟ ليش سويتها اذا؟ هي هي موسم الرياض ابو أيوة. نواف بقول لك كل الدوريات هي هل احنا دوري. احنا الفكره دي ترى مو اخترعناها. انا صحيح بس انا ما اخترعناها. لا هو شوف يا اخي، اعظم اربع دول في الكوره في اوروبا اطبق فكره انجلترا موجودة. المانيا، اسبانيا، إيطاليا. فرنسا، وإيطاليا. ايطاليا صحيح. اعظم خمسه فرق في اوروبا يلعبوا مباراه السوبر دي يسموها افتتاح، ترى مباراه خلينا نقول يسموها مباراه خيريه. انا اقول هي خيريه، هي شوف اذا ما اذا انت لعبتها في نص ونص الغيها اصلا، ما وش لا مو هلعبها، ايش الفائده منها؟ شوف ما هو هي افتتاح رسمي مباراه خيريه. اقول لك ابوي تعال اسمع دوري والكاس، بس انا اقول هي بطل هي تابعه. انا ليش انا اقول هالكلام؟ انا اقول الفريق بطل الدوري وبطل كاس الملك العام يلعبون السوبر، افتتحوا الموسم. انا اقول حتى وين افتتحوا، انا اقول تصنف على انها بطوله من ضمن بطولات الموسم السابق وليست مباراه افتتاحيه للموسم الجديد. هذه رايي يعني. احنا يعني يثير هذا الراي لما فاز الاهلي بالثلاثيه، فكانت رده الفعل شويه ما لا فكرنا فيها من ايام الاتحاد تاهل في هذا، قسما بالله انت خذها العام الماضي وخذها السنه دي. لا احنا نتكلم راح لهذا الان، نتكلم احنا سلطان لو فاز الهلال فيها ترى بيقول ثلاثيه، اتكلم على الان. لا 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 صراحه لا صراحه يا ابو نواف والله العظيم انا اجيب لك المقال. انا من قبل 30 سنه والله من قبل عمود كامل وطالب بمباراه السوبر، لان انا كنت انا بدرس في انجلترا، مباراه السوبر اسمها مباراه افتتاح الموسم الخيريه. هم ليش سووها؟ لانه يقول لك يا اخي هذه مباراه شرفيه، شرفيه هي ترى شرفيه، تيجي تجمع بطل الدوري والكاس العام هذا تقديرا لهم، هم اللي يقصوا شريط افتتاح الموسم بس. هي هذه فكرتها ما لا هي ولا هي يعني. بس لما تاخذها يا ابو لما شوف انت، احنا خلينا نقول كويس، بس لما تلعب يعني بطوله السوبر تكون خارج المملكه، احنا نقول يا جماعه الخير بطوله يعني رمزيه بهالشكل تكون حتى استغلها داعم للجانب السياحي عندك، بدل ما اروح العبها في لندن او في ابو ظبي او في مدري فين، يا اخي العبها في ابها، العبها في الطائف، العبها صح ولا لا؟ صحيح. واكون في هذه الحاله شجعت على الجانب السياحي بشكل كبير صراحه، لانه تتذكر ابو لما في بطوله كاس الصداقه على كاس الامير عبد الله الفيصل رحمه الله عليه، كان في ابها كان في حضور جماهيري غير طبيعي. مظبوط صح، كان في حراك رياضي وبالعكس كان في يعني في حركه سياحيه، وكان في انا اقول الاتحاد السعودي لكره القدم خاض التجربه من خلال السوبر في لندن، وكان كبدوا كثير من المبالغ، ولا كان في حضور جماهيري من الخارج، كان ميزانيه يعني كبيره جدا. لا ولا حضروا فقط وغير استفاده حضروا المقتدرين اللي هم اصلا الان في الان بتقام في ابو ظبي. يا اخي خليها عندنا هنا في الطائف، خليها في ابها، خليها في الباحه. احنا طالبنا صراحة. اول ما اقيمت في لندن، اول بطوله اقيمت في لندن اللي قبل سنتين، طبعا انتقدتها بقوه يعني ولا زلت مؤمن. طبعا هم الانصار اقامتها في خارج المملكه يقول لك يا اخي المعلن يبغى كذا، بتجيب لنا فلوس، بتدر دخل على والله مو المعلن، بالعكس نفوذ بعض اعضاء الاتحاد السعودي لكره القدم يبغى بيحصل معلن داخلي ويقول لك في سياحه وذا، والميزانيه موجوده وتستغل من خلال الاتحاد السعودي حتى الحضور. انا يا اخي المفروض تسويها، شوف افتتاح تعال سويها في ابها،
انت الان شوف احنا كنا ننتقد الاتحاد العربي لكره القدم انه يسوي لك بطولات في وسط الموسم، هنا هذا كان ازعاج، سفر فريق سعودي كان يروح يلعب في تونس والجزائر، فاتذكر طبعا الان بالعكس الامير تركي بن خالد رئيس الاتحاد العربي بالعكس الان سووا اختيار صح، تقام البطولة العربية في الصيف صيف وشتاء. والله ابو لما شوف مع احترامي انا اقول بعد ما تم دراسة الرزنامة لجميع الدول، انا سويت لقاء مع الامير، لحظة انا سويت لقاء مع الامير تركي اللي هو رئيس الاتحاد العربي.